السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. سنشارك معكم كيفية تغيير معالج الحاسوب المكتبي بيسي بيرو، ويتواجد فيه مشاهدينا معالج كما تنظرون مشاهدينا الكور اي 3 الجيل الرابع. سوف نقوم بتغييره مشاهدينا بهذا المعالج الكور اي 5 الجيل الرابع ايضا، وسوف نشارك معكم مشاهدينا كيفية تغيير هذا المعالج بطريقة سهلة جدا. ضروري مشاهدينا يجب فصل سلك الكهرباء عن الحاسوب ضروري اولا، وكما تشاهدون هذا مكان البروسيسور أو المعالج، ونقوم بتدوير هذه الأربع المقابض من هذا المكان إما بهذا التورنوفيس أو باليد مشاهدينا بهذا الشكل إلى اليسار هكذا. ضروري مشاهدينا رفع هذه البلاستيكات إلى الأعلى هكذا. أماكن الأربعة يجب رفع البلاستيكات وإزالة المروحة، وكذلك مشاهدينا كما تنظرون هنا يوجد هذا المقبض يجب إزالته ورفعه بهذا الشكل مشاهدينا. وتنبيه مشاهدينا حول المعالج الذي سوف نقوم بتركيبه، يتواجد فرغة في هذا المكان وفرغة كذلك في هذا المكان كما تنظرون إلى هذه الفرغة هنا وكذلك هذه الفرغة. يجب أن يكون المعالج الثاني الذي سوف نقوم بتركيبه يكون مثل نزول هذا المعالج هكذا، وهذا هو المعالج الثاني مشاهدينا. كما قلنا يجب تركيب الفرغة في هذا المكان هكذا، وتحذير مشاهدينا أن تلمس هذه الأسلاك، ونقوم بتركيب المعالج في مكانه هكذا بهذا الشكل. يجب أن يكون ثابت في مكانه، ومن بعد ذلك ونقوم باسترجاع هذه إلى مكانها بهذا الشكل مشاهدينا. هذه الحديدة تكون تحت هذا المسمار، ونضغط هنا ونقوم بتركيب هذا السلك تحت هذا المكان هكذا. نكون قد قمنا بتركيب المعالج بشكل جيد في مكانه واسترجاع هذه المروحة. ضروري مشاهدينا تركيبها في مكانها، وتنبيه إلى هذه الأماكن أن يتعرضوا إلى الكسور، فيجب تركيبهم في مكانهم والضغط على هذه الأزرار مشاهدينا. بهذا الشكل مشاهدينا نكون قد استرجعنا المروحة إلى مكانها بشكل جيد، وسوف نقوم بتشغيل الحاسوب هل هو شغال أم لا. كما تنظرون مشاهدينا يقول لنا هنا لقد تم تغيير معالج الحاسوب، نضغط على F1. كما ترون تم تغيير معالج الحاسوب من الكور E3 الجيل الرابع إلى الكور E5 الجيل الرابع أيضا. وهكذا مشاهدينا لقد تم تغيير معالج الحاسوب بسهولة. كما تنظرون مشاهدينا لقد قمنا بتغييره بنجاح من E3 إلى E5. وإذا فدناكم فلا تبخلوا علينا بإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.